عايزين نروح للقطة مهمة دلوقتي، لأن كان كابتن الخطيب كابتن بيبو حرص إن هو يروح يزور اللاعبين دلوقتي، وهنعرض لحضراتكم بعض اللقطات يعني أثناء المران وقبل سفرهم. حاجة أعتقد في منتهى الجمال ورفع الروح المعنوية، ودايما بيكون كده في رسائل بيقولها لهم بتبقى بتفرق جدا كابتن حشيش مع اللعيبة. بنتفائل بالزيارة دي. اه والله العظيم على طول المنظر ده اتكرر والنتيجة بتبقى حلوة. والنتيجة الحمد لله بتبقى كويسة. طبعا كمان المباريات او السفريات اللي بيسافر معاهم هو بقى بتبقى اختلاف تاني. لو تفتكري الهلال السنه اللي فاتت وكان برضو نفس الظروف وظروف صعبه في التاهل، وسافر معاهم والمباراه بتاع تونس طبعا المونديال صح. فهو طبعا تاثيره قوي جدا جدا. هو تاثيره قوي من ايام ما كان لعيب حتى يعني، واحنا بنلعب يعني. هقول لك على حاجه، كابتن خطيب في الفتره اللي انا كنت فيها ده ما كانش كابتن الفرقه، كان الكابتن الفرقه كابتن مصطفى عبد. بس هي كاريزما، لما كابتن مصطفى يتكلم كلمتين تلاقي كابتن خطيب يتكلم الناس بقى قاعده وبتبص ومركزه وبتاع. هو عنده الحته دي يعني، هو عنده حته الكاريزما وعنده ان يقدر ياثر في اللعيبه ازاي. يقدر يتكلم، حتى كان بيكلمنا كل واحد على حده، بيكلم كريم غير ما يكلمني غير. هو له طريقه الحقيقه من زمان يعني يجيد الموضوع ده، فدوره كبير جدا جدا.